مساء الخير حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقه جديده اجازه سعيده نتمنى على الجميع وانطلاقه للجوله الثالثه عشر وطبعا شفنا المباريات اليوم راح نتكلم عن هذه المباريات ومباريات الغد ان شاء الله في ساعه ونص تلفزيونيه خاصه في برنامج ال للمتابع دور كبير من خلال هذا الرقم اللي موجود اسفل الشاشه اللي يبارك اللي يبي اليوم نبارك للعربي نبارك للسالميه فوزهم في الجوله 13 بوجود ضيوفنا في منهم نقول من له مبروك ومنهم نقول له هارد لك ويوم لك وايام عليك منو اقصد راح تعرفون من خلال توزيع ضيوفي داخل الاستديو بدايه نبارك للكابتن فايز فريح نمسي عليك وحياك الله يا ابو فريح ويانا ابارك لك مباركتين اليوم بطاقتين الاولى العربي الثانيه فوزكم في دوري الوزارات دوري الوزارات صح إينا. صح اوكي اللهم لك الحمد يبارك بعمرك مشكور لك على هالتهنئه والله لك الحمد وان شاء الله الله يسمع منك دائما ان شاء الله نكون بالافراح العربي يفرحنا وفريق الجامع عند الكاس يفرحنا نعم وهذا الحلو جاينا بالنص من بفريح هذا الحلو للمناسبتين ولا اقول الصدق يوم و... انشره يوم انشره <applause> يوم وين كان انشره حق دوري الوزارات حق دوري الوزارات, حق دول, الوزارات. <تصفيق> <تصفيق> دول الوزارات. إيه؟ يعني, يعني سبق... أن الفوز ما هي قريبة على العربي عشان طبعا يعني الفوز ما هي قريبة على العربي صراحه أه طيب عربي نحتفل فيه ده حقق الدوري ان شاء الله ان شاء الله بعد ثلاث سنين الله يسهل يا رب المشيمي منورنا على التوالي اليوم الله يسلمك يا حظنا فيك والله الله يسلمك اخوي عبد الله حياك الله كابتن احمد مشكورين على الاستضافه مره ثانيه ونقول حق فريقنا على البركه على البركه تستاهلون كل خير اليوم نقول حق كابتن سامي الخادي نمسي عليك اول شيء وهارد بالنور والشباب الموجودين الحمد لله لا مباراة ولها ظروفه ولها نتكلم فيها بعد شوي فيه إن, ان شاء, إن شاء الله؟, الله يا رب ان شاء الله الجانب الاخر اليوم معنا ابو عبد الله كابتن علي مهنا حياك الله ويانا الله يحييك نشكركم على الاستضافه واشكر اخوي فايز طبعا كابتن جيمي يعني الله يسلمك من مشجعينا سابقا يوم كنت كبير مو صغير <تصفيق> 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 الله يسلمك الله يسلمك حياك الله مع الاخوان كلهم اتشرف عزيز يا ابو عبد الله قول له هارد لك اقول له هارد لك خليتها من لساني والله خساره التضامن هو ترى الاب الروحي وعميد المدربين نادي التضامن اللي قاعدين هم بعض ابو عبد الله أيه ومحمد الصالح لا انا عشان اليوم قلت لك للعرب لك حق التضامن زي ابو عبد الله اسالك سؤال بعيد عن الحلقه أيه المكان والله. المكان هذا هادي في شيء ولا ما في شيء؟ لا الحمد لله ما في شيء ها؟ لا بس شوف يعني مكان عايد وايد قاعد لا عايد هنا وابو <applause> و... عبد الله موجود <تصفيق> <تصفيق> مشكله حياكم الله كابتن محمد أيه الصالح نمسي عليكم نورنا اليوم والف مبروك اليوم النور موجود كالعاده لكن بزياده اليوم اي لازم زود اليوم بس بس هم راح ينتقد ما عليك دوم الابتسامه والله <applause> اكيد فايز ثلاثه بعد هو راح هم ينتقد شيخ بس عليك أيوة <applause> وعلى الموضوع صراحه ما شاء الله لا اله الا الله انا بين ناس يعني اعشقها وناس اساتذه و ناس ابطال صراحه كانوا في كره القدم سواء بالجانب الاداري بالجانب الفني ما شاء الله لا اله الا الله الله يسلمك على الساده المشاهدين حياك الله يقول اليوم هي طبعا احنا فايزين عندك مانشيت اليوم على غير العاده بوبي <applause> بس بوبي بس بوبي نقط بوبي بوبي, بوبي, وخ... بوبي وخلاص يعني بوبي, بوبي. بوبي وكفايه يعني بوبي وكفايه ايش تقصد؟ بالحلقه ان شاء الله طيب مع طيب <applause> اليوم عندنا صار لنا فتره للامانه في البرنامج ما يبنى فقره خارج ال 18 طبعا اللي يتابع البرنامج يقصد خارج ال 18 هو بعيدا عن الامور المحليه عالميا بوفريح جاهزه صورته؟ جاهزة صوره بفريح مخرجنا بس نحط لنا اياها هذه انا بستبشر فيها يا سلام يا مفرح هذه المفروض مع مع السويت اللي موجود شلون الملعب بس والله صراحه يشكرون صراحه القائمين على هالملعب الفخم صراحه انا يعني قبل الحلقه قلت لك كنت اتمنى انه ما يكون وضح المشاهد وين هالملعب هذا ملعب التطبيقي اي الهي العام الشاب الهي العام التطبيقي لا ملعب التطبيقي الهي العام التطبيقي خوش ملعب صراحه ملعب تنسيق جداً يقولون طريق. والله يعني. حتى المدرجات قريبة من. المدرجات قريبة من الملعب، وشيء يفتح النفس، وشيء يعني فعلاً فعلاً أنت لما تشوف الملعب هذا تحس إنك عندك عقليات جبارة في التصميم وتنفيذ الأمور صراحة، صحيح. وأنا صراحة اللحظة هذه والمناسبة هذه أشكر الدكتور حسين كريم صراحة. مستاهل. لأن مستاهل. اللي سمعته واللي عرفته أن هو يعني. الدكتور حسين اللي كان هو اللي ورا الموضوع صراحة ملعب جبار، لكن صحيح. الشيء الوحيد اللي يزعل. شنو؟ ان الملعب ما تقدر تستفيد منه لانه ثيل صناعي، إيه. لو كان ثيل طبيعي إيه. أنا اكيد اكيد ابو فيصل قال لك ليش او سبب والله ما سالته لكن هذا ان شاء الله نتاكد ونشوف لان الامانه الملعب جدا روعة، الملعب صحيح. يعني صايم نعتبر يقدرون يغيرون التربه سنة من م... السنين في هولندا كاس العالم الشباب لاعبين على الملعب لاعبين على حسب, حسب حسب فيها سمك معين والله عند الشويخ عند نادينا لا لا اللي بشويخ بس يقدرون يقدرون يغيرون التربه مالته عاد عند فيصل وعند الدكتور حسين ان شاء الله يرد لنا قريب في هذا الموضوع. طيب انا جماعه عندي لكم خبر خارج 18 خبر اوروبي بخصوص نيمار وتاثير غيابه عن باريس سان جيرمان لمباراتهم القادمه التقرير جاهز نشوف هذا التقرير وبعدها نتناقش في هذا الجزئيه La vie sans Neymar, ça donne quoi pour le PSG Sur les 41 matchs disputés cette saison par le Paris Saint-Germain, 11 n'ont été sans leur maître à jouer brésilien. Une absence qui ne semble pas vraiment contrarier le rouleau compresseur parisien, le PSG maintenant quasiment la même allure avec ou sans Neymar sur la pelouse. Avec 28 buts et 16 passes décisives, le brésilien est impliqué dans plus d'un tiers des réalisations de son équipe cette saison. Si on ne peut pas parler de Neymar-dépendance, le PSG marque en moyenne un but de plus par match lorsqu'elle peut compter sur son numéro 10. Loin d'être un hasard. En l'absence du boss de l'attaque parisienne, c'est le trio Di Maria Cavani Mbappé qui a les faveurs d'Ounani Emery, un trident qui a évolué à cinq reprises ensemble cette saison, avec des résultats plutôt probants. Quatre victoires pour une seule défaite, c'était face à l'Olympique lyonnais en championnat. Avec 9 buts et 6 passes décisives, le trio s'est montré à chaque fois décisif. <music> واضح للمتابع والمشاهد كابتن الخاضي سامي أبي أتكلم عن شنو تأثير غياب نيمار مع باريس سان جيرمان ضد مدريد والله نيمار لاعب كبير يعني له تأثير قوي بس يعني أكيد إنه يكون بديل ديماريا أعتقد مكانه بس إحنا المدريدية محظوظين ترى بغيابه راح نكون يعني لنا يعني حظ الصراحة نيمار يغيب ضد ريال مدريد زيدان يرتاح أعتقد <applause> لانه يسبب صداع اللاعب هذا مهاري وله تاثير يعني غياب نيمار قلل حظوظ باريس سان جيرمان؟ أه لا ما يقللها بس انه انت قاعد تقول احنا, احنا, شو ما احنا, احنا لا يعني عندهم ديميريه هم مكانه بس هو هو افضل من ديميريه ايه بس كان ما قلت انت قبل شوي احنا محظوظين بغياب احنا محظوظ اكيد محظوظين لان بأي لحظه نيمار راح يقول قدام ريال او قدام اي فريق انه عنده حلول ما شاء الله يعني اي لا والله لا شيء خيال اللاعب هذا واتمنى الموسم الجاي نشوفه بعد انا بسال سؤال واللي يجاوب يقدر يجاوب بعد خروج فنيا <applause> نتكلم فنيا بعد خروج نيمار من برشلونه نيمار ربح ولا خسر ربح ربح ليش ابو علي ربح فلوس فنيا قلت وفنيا ترى ترى, ترى كلامك حلو وممكن لما واحد يحط مانشيت يقول نيمار ربح ربح رح. ما ب... من ناحيه أه فني.. فنيه من لا ناحية طلع من تحت ميسي لكن لكن يعني انا اتكلم فنيا يعني كان الضوء كله مسلط حق ميسي تبي طيب الصراحه بس هو خسر اعلام أن انه ما كان علام. يسوي الهوايل في جهه الشمال له برشلونه اعلام يعني لما يكون لاعب برشلونه اعلام يكون تسلط عليه اما باريس سان جيرمان منه ويتابع الدوري الفرنسي يعني شوف لا في وايد في وايد برشلونه هو هو اللي خسر هو خسر برشلونه شوف هو خسر برشلونه انا بتكلم على شقين بس الشق الاول ان امس او قبل امس صرح مدرب آآ آآ باريس سان جرمان إيه؟ ان نيمار جاهز حق ريال مدريد اذا سوى العملية اعتقد اي ف... لا <applause> قبل لا يسوى العملية ثاني مزل. يوم صرح ابو الولد ابو نيمار إيه؟ وقال نيمار راح يجري عملية تبعده من ستة أسابيع الى 8 سابع واضح ان نيمار في مجالنا يلحق على المباراة لكن قد تكون عواقبها يعني ترتب عليها امور نيمار هذا واحد الشق الثاني لما تقول خسر او ما خسر اول شيء لما انت تلعب بفريق مثل برشلونه وتقابل برشلونه لا شك انك راح تخسر لما تلعب بالدوري الاسباني اللي يعتبر حاليا يعني من اقوى الدوريات على مستوى العالم يضم افضل النجوم على مستوى العالم تسليط الضوء على الدوري الاسباني ما هو نفس تسليط الضوء على الدوري الفرنسي اوكي انا اتفق مع الكابتن احمد ان نيمار كسب ماديا زين لكن فنيا مم. نيمار خسر امور كثيره ولا راح يتطور مستواه في الدوري الفرنسي الاهم؟ وانا اقول لا انت كلاعب نفس نيمار حاليا الاهم انك تفوز بجائزه مم. افضل لاعب في العالم مم. انك تفوز ببطوله ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان اه انك تنافس وتكون من الفرق الكبيره يعني احنا شفنا الموسم اللي باريس سان جيرمان متقدم على برشلونه في مباراه الذهاب اربعه مم. في مباراه الاياب يخسر سته هذا دليلنا لا لا زال عقليه الفوز والمنافسه في ابطال اوروبا غير عن عقليه الدوري الفرنسي اللي دائما ما باريس سان جيرمان يحسم الدوري في اوقات مبكره مم. من الدوري لذلك فنيا خمس جولات ست جولات, إن... جولات إيه. اعتقد ان نيمار خسر برشلونه برشلونه ما خسر نيمار برشلونه ما خسر نيمار اتوقع لما دي طاري برشلونه اكيد الصالح لا كلام والله عبد الله شوف انا الاثنين خسروا برشلونه خسر نيمار طبعا ونيمار نيمار خسر برشلونه طبعا بس نيمار الخاسر الاكبر طبعا برشلونه خسر نيمار اكيد خسر نيمار شلون؟ لاعب كبير مثل نيمار هذا نيمار قيمه <applause> ومتوقع انه يعني كلنا اكيد بس قاعد بس انا اتكلم عن فريق متصدر فريقك يعني متصدر الدوري ما خسر نيمار كذي خلنا اقول لك, <applause> أقول لك الحين إيه؟ انت قاعد تتكلم عن لاعب يعني اكيد الكل حاط بباله انه بالمستقبل القريب مو البعيد هو راح يكون لاعب رقم واحد في العالم إيه؟ خصوصا بعد تقدم ميسي ورونالدو في العمر زين. ومن الطبيعي انه لازم بالفتره القادمه يبدي نزول بعض الشيء من مستواهم حتى لو ما نزلوا نيمار في صعود راح ينافس على هذا الامر بقوه ايا كان, إيه؟ إيه؟ كان نفس... اقدر ممكن اقول كوتينيو هو راح ياخذ الدور هذا ممكن لكن كوتينيو الحين صغير نيمار يعني ينافس ب... اذا كان باريس سان جيرمان إيه؟ لا لا, لا أنا مو قاعد لا. تقول لا. نيمار بالصعود انا جايك نعم. الحين كوتينيو بالصعود انا اتكلم عن نعم. نعم. برشلونه أيوه؟ خسر قيمه إيه؟ لاعب كبير اي لكن الخساره الاكبر هي لنيمار انت طلعت من الدوري الاسباني رحت الدوري الفرنسي دوري اضعف زائد ان الاعلام بشكل عام وتسليط الضوء على الدوري الاسباني اكبر من الدوري الفرنسي وهذا شيء يفيدك مم. انا قاعد اتكلم حق ترى نيمار وراء استحقاق كاس العالم اي ونجم إيه. البرازيل الاول اذا نجم البرازيل الاول يلعب بالدوري الفرنسي ولو فريق كبير من الفرق الكبار مثلا الدوري الانجليزي نقول الدوري قوي الحين محمد راح يتعطل مع الاصابه راح يتعطل وايد يعني صار لا لا مو بس يتطور رح رح انا اتكلم عن خروجه من برشلونه شنو خسر منه انت احتكاكك بالنجوم معلش انت هناك ايضا في نجوم في باريس سان جيرمان لكن هني قاعد تلعب مع ميسي وسواريز تطوير مستواك مع هال هال اللاعبين الكبار هذول ممكن يكون بشكل اسرع زين ابو عبد الله ما تتوقع كفكر نيمار اني بطلع من عبات ميسي؟ اي شيء كان يصنعه كان ينتسب لإبراهيم إيه. مع يوقع يوقع بيوخر, مع بيوخر, عن بيوخر, عن بيوخر, عن بيوخر عن هذا كان اعلان لإتمام صفقه نيمار وبعد ما تمت الصفقه لاحظنا ان ما حد يا طاري هذا الامر ولا هو خروج من عباءه ميسي ولا قالها الله مم. لان نيمار الاداء اللي قاعد يقدمه باريس سان جيرمان هو هو الاداء اللي قاعد يقدمه في مم. برشلونه, برشلونة. يا يعني كابتن في بعض الاضافه فلوس. زياده انه إن والله هو, هو شو تفاول وصارت مشاكل وصارت هذا بعدين في برشلونه ما كانت تصير في هذه الخلافات برشلونه ترى استقل فلوس نيمار في جلب عثمان د... ديمبلي وديمبلي و... و... كوتينيو يعني عوض بلاعبين مميزين جدا بس استل هذا نيمار متوقع انه أن يكون والله لاعب بالعالم أنا اكيد اي فريق يطلع منه هو خساره ممتاز لكن خساره برشلونه قليله دي. مقارنه بخساره نيمار نفسه اكتفي في هذا الموضوع احنا ناخذ هذا الخبر ونناقشه على السريع لكن يبقى الاهم محليا في مباراه الجوله 13 النصر ينت... النصر يهدي النصر دائما لسامية وايضا العربية يفوز على تضامن بثلاثيه راح نناقش المباراه ان شاء الله مع ملخص ملخصاتهم بعد الفاصل بسم الله نبتدي محاورنا الأساسية بحلقة اليوم نتكلم عن مباراة العربي والتضامن بداية انتهت بثلاثية للعربي مثل ما قلت قبل شوي لكن إذا بسترسل بالأسئلة لازم نشوف يا بعض أهداف هذه المباراة بعد ما شفنا ملخص جميل لهذه المباراة أبي أبتدي مع العرباوية اللي موجودين في الاستديو بفريح والصالح بفريح اليوم نشوف العربي أو ما بيقول اليوم القسم الثاني العربي مغاير في النتائج واليوم شفنا من أروع مبارياته السبب السبب ثبات بالتشكيلة الكابتن محمد إبراهيم لقيت توليفة ما بين اللاعبين الروح اللي قمنا نشوفها في العربي يعني شيء جميل المكافآت تتعرف اللاعب لما تعطيه فلوس يعطيك نادي التضامن للحين مطلعين 600 دينار الله يزيدهم ويرزقهم فلما في ت... قبل المبارات. قبل المبارات مكافآت العرب الحين بعد المباراة قبل المباراة قبل المباراة كان في وعد مكافآت مباراة السالمية ووعدهم اذا فازوا على التضامن راح تستمر المكافآت سيد كم جمال كانت؟ كانت 100 م... دينار مباراة السالمية وهذه 100 دينار ما ادري حتى اي وهذه 100 دينار 100 دينار 100 دينار يعني هذه يعني بادرة طيبة ترى تخص للاعب، اللاعب مو قاعد ياخذ شيء، لا احتراف جزئي ولا ولا اي شيء، فانت لما تكافئ اللاعب، اللاعب راح يعطيك داخل الملعب. مم. انا بس بتكلم على موضوع التوليفه. احنا لاحظنا في الفتره الاخيره دخول الاهداف على العربي جدا صعب. انزين والسبب في مربع في العربي موجود، عبد الله الشمالي طلع نايف، كيتا احمد الحيه، انزين هذا واحد، اثنين عوده سليمان عبد القفور لمستواه المعهود اللي احنا نعرفه عنه سليمان عبد القفور ثلاثة باكات العربي كانت تمتاز بالصعود وكان دائما ينضربون من الخلف في اللاعب السريع ينضرب من الخلف اليوم ومباراة اللي طافت ومباراة قبل قاعد أشوف ثبات لاعبين العربي محمد فريح ومهند الانصاري ثباتهم اعطى اريحية حق مشاري الكندري وحق بدر طارق للزيادة مم. العددية مم. مم. انا لما اسوي زيادة عددية في الخلف ادري ان في ناس تغطي فريح كلامك فني والنقاط الايجابيه اللي قاعد تقولها هي امور فنيه يعني هذه تصب بعمل محمد ابراهيم اكيد انا قلت لك انا بشيد في ابو نواف على التوليف اللي عملها في الفريق ثبات في التشكيله احنا كنا في السابق نلاحظ رزيقي بوبي بوبي ليو ليو بوبي رزيقي حسين الموسوي ليو رزيقي ما في ثبات بالتشكيله خص في اهم خط عندك خط الهجوم عرفت انك انت تبي لاعبين لما انا امن دفاعي احتاج لاعبين يسجلون، فدائما الفريق لما يكون عنده دفاع قوي، وأنا أستذكر في الأمر هذا تصريح السيد أليجري مدرب يوفنتوس ترى التصريح هذا لنا إحنا كمدربين ممتاز. <تصفيق> ممتاز <تصفيق> <فيه> <تصفيق> اللي هو يقول إذا أردنا أن ننافس على لقب الدوري أو تحقيق مركز مميز لا بد يكون عندك دفاع جدا قوي، لذلك دائما لاحظ الفرق تحقق بطولات دائما يكون يكون دفاعها قوي وقل فرق يدخل فيها نسبه اهداف ممتاز جايين يعني لك بالنقاط اكثر من جزئيه تكلمت فيها فيها اسئله ثانيه بتفرع لكن نفس السؤال اروح حق محمد الصالح العربي والصوره الجديده عبد الله هو اشوف رب ضاره نافعه تعور الله يشافي ان شاء الله احمد محمد ابراهيم في مباراه القادسيه اضطر أيه؟ محمد ابراهيم أن يرجع كيته لورا ودخل عبد الله الشمالي مم. هذه التشكيله من من اصابه احمد محمد ابراهيم الى اليوم اتكلم عن الرسم الشكل اللي قاعد يعني انت قصدك ان كل هذا صدفه؟ مو معقوله. بضارة النافعه، الامور قاعد تصير صدفه. وايد سريع يا ابو انت المهم بطيء. المهم اقول, أقول لي, لك قول لي. الحمد. هذا لما لما شافها محمد ابراهيم مجديه للعلم مو صدفه ليش؟ لان انا كنت جاي بقول لك هذا الكلام أي. محمد ابراهيم كان اساسا قبلها ها مدخل كيتا بالتمرين في قلب الدفاع. كذا مباراة كذا مباراة الشوط الثاني لعب لا لا مباراة اول دفاع الدفاع لكن إيه قبلها غاسية. بالتمرين كان مدخل كيتا بقلب الدفاع بدليل بدليل ليش لعبه ورجعه لو تشوفون اصلا اثناء المباراة العرب القاسية اللي قام سخنه والواحد طبيعي يكون جمع العنزي لانه هو اللي يلعب قلب دفاع فبعدين دخل عبد الله الشمالي انه رجع كيتا لانه هو مسويها بالتمرين من قبل فهي مو واحد صدفه لكنه هو لانه متمرن عليها لانه هو حاسب حسابها مثلا مو حاسب حساب اصابه حاسب حساب هذا التغيير فصار عبد الله وطلال نايف مثل ما قال ابو فريح المربع هذا دعم قوي جدا وما شاء الله لا اله الا الله انا احب اشيد طلال ما شاء الله عليه لا اله الا الله الله يتمم عليه المستوى الراقي جدا اللي قاعد يقدمه حتى اليوم يعني ما شاء الله مستوى رائع جدا خلال المباريات الاخيره من لعب في هذه الخطه ثبت محمد ابراهيم على هذه الخطه بدا الوضع يتغير تغير شيء بسيط كان مشاري الكندري مكان حسين المسوي علي مقصيد كانت كان عند مشغول مع والده الله يشافيه ان شاء الله بالسلامه. فصارت هذه التوليفه مباريات كاظمه، مباراه تضامن، قبلها مباراه السالميه. العربي عنده شيء قدمه تحرر بدر طارق مثل ما قال لك صار في 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 بعض الثقه بدل مره لرزيقي ثبات التشكيله اللي قالها محمد بدل مره لرزيقي طيب. اتكلم عن عن الرسمه خل تبديل اللاعبين لان ايه؟ بدل رزيقي مره بليو ومره صارت في مسوي ومشاركة لكن العرباويه اليوم نازلين يبون يفوزون وهذا واضح جدا يعني واضح ان العربي لاعبين العربي اتكلم كابتن محمد الروح 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 أيوة اليوم صلو صلو تحس أنه في ناس يعني في الملعب قاعد تعمل وكانهم استوعبوا الموضوع انه ويبتع... مركز يبتعدون عن... يعني. يليق... ب... عن هذا المركز ما يليق من النادي ولا أيه؟ يليق باساميهم هم كلاعبين يعني ما يفترض أن بعدين احد يقول والله لاعبين النادي العربي وهو نادي بحجم العربي مم. هذا اللاعبين هم اللي طيحوا الفريق مثلا نعم. لان باكر التاريخ ما راح يذكر مدرب يتغير لا العربي تغير العربي يا العربي... كابتن ما يطيحون العربي القادسيه ما يطيحون لا لا انا اتكلم حتى القادسيه حاليا تاريخيا طاح العربي لا لا لا. لعب درجه ثانيه ما, دلوقتي ما تلوقتي تلوقتي عربي عربي اليوم اليوم خلينا تاريخ, تاريخ خلينا هادين والله ما زين ما لعب والله أه علي والله كابتن علي ابو عبد الله اتفقوا كابتن محمد الصالح وفريح ان ثبات التشكيله هي اساس من فوز العربي اليوم لهالدرجه انا لما كمدرب اثبت بتشكيله يحقق لي الفوز لا انا اضافه اللاعبين عبد الله اللاعبين صراحه هم صار عندهم شيء دافع كروح لا لا فجاه صراحه صار عندهم دافع قوي في اللعب انزين التموا على بعض ونلاحظ اليوم الصالح. صار صح محمد انزيل. ابراهيم اللاعبين مع بعض انضخرة. في تماسك قوي صار بين الفريق انزيل. اضافه الى صراحه دور محمد ابراهيم ما ننكره عدل بهذا الامر انزين فدور نتكلم عن ثبات التشكيله تفضل انا بتكلم جزء يختلف عن ابو فريح ابو فريح مدرب انا اعتز فيه بس لا تنسى تجاوبني بجاوبك ايه الفضل كله يرجع حق محمد ابراهيم ما في يقول الروح خلى الفريق يفوز انت لو تلاحظ خطوط اللعب اليوم كلها متقاربه نادي العربي في حاله الهجوم في حاله الدفاع بدا منين؟ شلون لعب محمد ابراهيم اليوم؟ مم. لعب ضد اسلوب نادي التضامن احنا ما نقول نادي التضامن كان سيء اليوم التضامن مو سيء لان العربي كان افضل مم. فرض نفسه عليه من الدقيقه الاولى العربي اليوم لعب محمد ابراهيم يعني وايام طيب كيتا ورحيل وعبد الله الشمالي وطبعا نايف وفريح كانوا من نجوم المباراه النادي العربي اليوم كان زين محمد ابراهيم له بصماته في المباراه احنا انتقدنا كابتن محمد ابراهيم يعني اليوم اقدر اقول كابتن محمد, محمد, محمد ابراهيم تفوق لا. لا. على رادي نعم تفوق في كل شيء في كل شيء كل, شي. كل شي. عبد الله انت تتكلم نادي العربي بدايه الموسم يمكن ايه؟ اكثر واحد انتقد النادي العربي بس بدايه القسم الثاني من مباراه القادسيه لحد الحين العربي في تصاعد. صح الخطوط عنده متقاربه. كلام الربع هني 100% صح. في السابق ما كان محمد ابراهيم مستقر في خط الدفاع. م. يعني الحين ثبت المهند كان بس بس قاعد على فريح. رد احمد رحيل وكيته نجح في المكان. وقدامك كان خط النص طلال نايف ما شاء الله عليه والشمالي انا من الناس اللي اقول لك الشمالي يترس الملعب اليوم أه تركي اليوم احنا نتكلم احنا طبعا النقاط اللي ذكرناها انا اتفق مع ابو عبد الله كابتن علي يعني لاعبين مو اللاعب لا لا مو اللاعبين اه على شنو يعني على الكابتن محمد ابراهيم اليوم احنا في المباريات السابقه لنادي التضامن كان يعتمد على عنصر السرعه والارتداد السريع اللي هو التحول في كره القدم التحول التحول من الحاله الدفاعيه الحالة الهجوميه يملك مشعل شمري لاعب سريع ومهاري يملك فيصل عجب لاعب سريع ومهاري وهداب. يملك يوسف عنيزان لاعب انت. سريع اليوم محمد ابراهيم في حال التحولات هذا الكلمه اللي انا ذكرت لما ثبت الاربع مدافعين مع طلال نايف والشمالي ضيق المساحات ما في, في المساحات. الارتداد نادي التضامن تحصل. اليوم آه. نادي التضامن صار لعبه كل الباص الطويل يبي نادي العربي يفتح المساحة يلعب من خلف آه. لان يمكن حاليا كره القدم هي الزمن والمساحه العب على الزمن والمساحات اما اني اقعد اتاخر نادي التضامن في بدايه الجيم الثاني بعد ما دش الجول في اول دقيقه او دقيقتين التضامن مسك كره كره بس شنو؟ ما يعني ما انا آه جايك يا ابو عبد الله جايك خلوني على العربي الحين وراح نتكلم عن, يعني عن التضامن كفو. بس اروح حق كابتن سامي <applause> كابتن سامي انا وايد ناس قاعد يلاحظون تفوق وامكانيه بدر طارق للأمانة هذا الموسم في بروز مو طبيعي ويقولون ان هذا لاعب من ايام المراحل السنيه كان لاعب لا بدر طارق من المراحل السنيه لاعب كبير كان ايه بس بدر طارق عيبه شيء واحد المزاج مثل ما كان مزاجه زين راح يبدع زين. اعتقد انه راح يعني إيه يكون رقم واحد في الكويت اذا كان مزاجه عالي وراح يلعب اذا اللاعب مباراه يلعب درجة اذا كان مزاج هو يكون رقم واحد بالكويت اي والله العظيم انا قاعد اقول لك بدر طارق مراحل سنيه ابو فريح يعرفه وكابتن علي اللعب. لاعب لاعب مو طبيعي بس العيب هذا الشغل في انه عند المزاج يعني مباراه يكون فوق مباراه يكون تحت م أنا هو عبد أب... عبدال... سوري تفضل هو عند المهاره اللاعبين اللي يما يغذون بالباصات و... فيبرز مثل ما قالوا الشباب وهو صغير زين عنده الكنترول عنده السيطره على الكره فقوى اليوم اول مباراه فتوفق, فتوفق ال... لازم يتطور أقول شنو ميز إيه؟ ثلث الهجوم لاعب زين بس بالثلث الدفاعي علي انا كمدرب في عنده سلبيات كثيره يما طلال لا لازم يتطور ارجع مره ثانيه حق الخالدي بس عفوا فضل. اللي يميز اللي يميز العرب اليوم اعتقد يصلح لي الصالح انه من مباراه الغادسية الاربعه الدفاع هم ثابتين واللي قدامه كان فريح شمالي, شمالي وطلال هذول ثابتين من مباراه الغادسية اعتقد انه كان فيهم تفاهم بينهم قوي خصوصا كيتا كانوا يلعبون التضامن اليوم كانوا يلعبون كره طويله هو اللي يميز التضامن الكره طويله من وراء المدافعين كل اللي قطعها كيتا اليوم كيتا كان اليوم بالدفاع زين الميز العربي اليوم أه محمد فريح صراحه كان صراحة نجم المباراه اليوم يعني طلعاته عشان اخوه لا 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 والله لا لا ونعم فيه اخوه بس انا شغله انا اتكلم شايف المباراه ان محمد فريح اليوم كان مبدع الصراحه انا عندي رقم واحد كان بالمباراه اليوم <applause> مباراة كان مبدع محمد فريح رقم واحد كان عندي <applause> حتى الشمالي اليوم بالمكان الشمالي الشمالي, الشمال العربي اليوم كلهم زينين الشمالي من مباراة القادسية كان كان, كان رايك بدر طارق شوف انا خليني اعاقب على بدر طارق طبعا اللاعب لا زال صغير اي <applause> نعم مواليد 96 يعني 97 او 97 عمره 21 او 22 سنه <applause> سبعة لا زال يتعلم لا زال يلعب في لاعبين كبار بالفريق لاعبين يحتكون اتفق مع الكابتن علي مهنا انا اليوم أنا جايب لي علي مهنا هذا من الناس من الناس اللي أفتخر فيهم وتاج على الراس ولا يخسرهم في الباقي الله يسلمك لذلك بدر الطارق في النواحي الدفاعية شوي يبيله شوي تطوير لازم يشتغل على نفسه طبعا أنا ما أبي أبالغ وأقول أنه من نجوم لا بدر لا زال يتعلم بدر يبيله شغل كثير بدر لاعب مميز في الثلث الهجومي بدر مشكلته اللي, اللي قاعد نشوفها دائما يحب ويستمتع في اللعب الفردي. م. يعني ما يلعب مع المجموعة، خص في بعض الكرات اللي تحتاج السرعة ابو عبد الله لما تكون في كرات مرتدة واماكن فاضية تحتاج الكرة السريعة. يعني زين. بدر لا يحاول يأخر، يحب يراوغ، يحب يطوف. وكيتا كلمني عن كيتا بما انك انت تتكلم عن ركائز او 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 خط الدفاع في العربي، وكيتا يوم كنا نسولف بالانتقالات الشتوية كان من اللاعبين اللي تمت المطالبه بعدم وجوده في الانتقالات الشتويه انا انا اليوم من هو افضل ركائز بالعالم انا بذكر نقطه قبل اتكلم على كيتا انا وصلت رساله ومسج عن طريق لاعبي العربي ايه؟ كانوا يقعدون عندنا في الديوانيه وكلمتهم قلت له شوفوا قبل لا يلعب قلب دفاع ولا كنت ادري انه يعني كيتا اي عن كيتا ايه؟ ايه؟ قلت شوفوا ابو نواف شوفوا ايه؟ يعني خلوا يجرب كيتا قلب دفاع ايه؟ يمكن يمكن يعني تقول حق منو هالكلام؟ حق علي مقصيد وحق محمد فريح وطلال نايف انزين واعتقد التركوماني كانوا عندنا في الدوانية إيه؟ قلت خلوا يجرب كيتا قلب دفاع فصار نقاش والحمد لله اليوم نشوف كيتا قلب دفاع يمكن افضل قلب دفاع حاليا يعني في هذه هذا اقتراح رساله تبي يقدم يعني رساله, رسالة, رسالة, رسالة بس لا 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 بالمبنى لا لا شوف انا انا شوف لا لا ابو فريح ابو فريح قصده ان مثلا ماثيوس زمر 96 افضل لاعب في اوروبا كانوا في الاساس يلعبون لاعبين محاور, محاور لاعب المحور ينجح ترد ورا يلعب عامر ع... العامر قبل كان في غلب الدفاع سعد الحوطي غلب دفاع صح يعني نجم يصير لاعب محور سليمان كان لاعب نص يعني مين. صح ولعب غلب دفاع كان من نجوم المنتخب النص بس يقرا كيتا... صح كيتا, كيتا. اليوم كيتا. كيتا. كان يقرا صح كيتا اول اول شيء ابو عبد الله توقعه صحيح صح. 100% صح. هذا واحد اثنين قراءته للكره عنده قراءه جيده وممتازه ثلاثة كيتا قائد في الملعب مم. في خط الدفاع تحتاج الى قائد انت لما تشوف خط الدفاع العربي قبل ما كان شو في شو يوجه توجيهات أيه. اربعه كيتا يبني اللعب من الخلف بشكل ممتاز وجاء احمد رحيل يعني احمد مم. رحيل وكيتا لو تلاحظ العربي مم. في السابق ما كنا نشوفه يلعب كره على الارض إلا إلا. قليل لكن بعد تواجد كيتا واحمد رحيل بدا يحط الكره على الارض حتى سليمان عبد الغفور بدا يحط يعطيهم الكره إزي. اسمع محمد الصالح محمد صالح كيتا بالدفاع او كيتا المدافع افضل من كيتا الوسط ورد لي بعدها على مانشيتك بخصوص بوبي شوف اول شيء بس عشان ما افوت فرصه الحديث عن بدر طارق أي صراحه ما شاء الله لا اله الا الله يعني يستحق الدعم يستحق الاشاده بغض النظر شوف نطالع والله الحين في ممكن ننظر له انه لاعب صغير لا ترفعونه زياده لا خلوه يكمل في نفس المستوى اعتقد انا اليوم قابلوه حتى في بعد المباراه في كلام اللاعب ناضج جدا ما شاء الله عليه حتى ما يعني نكر نفسه وبدى ربعه عليه م. قال انا ما سجلت اهداف من مجهودي الفردي هذا شيء رب طيب ربعي اللي معاي هم اللي ساعدوني وذكر تحديدا تمريرات حتى الجو... حتى طلع ذكر طلال نايف, نايف تمرير طلال نايف في الهدف الثاني م. قال لو مو تمريره طلال نايف الجميله لي انا ما سجل الهدف فاللاعب ما شاء الله لا اله الا الله انا حتى اختلف مع الجماعه والله يمكن هو بالجانب الدفاعي ممتاز لكنه يرجع وايد يعني بدر طارق اكثر جناح يمكن بالكويت كلها يرجع يغطي وراه لانه ما شاء الله اولا لياقته عاليه وانا متابع حتى في المباريات حتى في مرات اقول ليش انا صراحه شفت له جهد دفاعي اليوم بالمباراه مو بس اليوم عبد الله انا كان المباريات الماضيه كلها قاعد اقول ليش يرجع وايد اصلا يعني بدر طارق المفروض خليه نوعا ما شويه قدام تكثف الناحيه الدفاعيه صوب الشمال من طبعا من نص متاخر مثلا وتخلي بدر شويه حق الانطلاق لان انطلاقته قويه جدا وسريع ولاعب مهاري فبدر الله يوفقه ان شاء الله ما شاء الله عليه لا اله الا الله ف... واليوم فوز الفريق يعني 2-0 ده... بالنهايه يعني يعني بدر ف... ده... كان من اللاعبين اصلا منتخب البارزين في مراحل السنية احنا لما نقول نا. على الجوانب الدفاعية انا كلمتي لو تلاحظ قلت لك لابد انه يطور اي <applause> يعني لا لا انا يعني اقول اوريدي دافع اوكي بس لازم انه يطور بس, بس انا اتكلم اللاعب عنده الرغبه هذه يرجع ل 18 لاعب مطيع نعم ل 18 ورد يدافع ويحاول يعني ما شاء الله عليه لا مطيع مطيع لا تو صغير يعني في المستقبل قدامه بعد فان شاء, شاء الله يعني الله يوفقه ان شاء الله يا رب شاء زياده ان شاء الله ويخلي الكره الكويتيه بشكل عام انا اتكلم والله مو بس للنادي العربي حتى للمنتخب عندنا ابو تركي للمنتخب الكويتي عندنا هم مثل بسيط على رضا هاني يعني الموسم اللي طاف مو الموسم اللي طاف الموسم اللي قبله اللي القادسيه حقق الدوري كان رضا هاني مكسر الدنيا، لاعب مواليد 95 وقبل سنتين كان عمره 20 او 21 او يعني بسم بدر طارق كذي، كان مكسر الدنيا. الموسم هذا والموسم اللي طاف رضا هاني يعني قل عطاءه قل مز... لان الاعلام وتويتر اصابه اصابه بعد لا اصابته اصابته يعني انت تقصد لا انا قاعد اضخم يعني من بدر احنا ممكن. بدر بدر يعني هذا هذا ادعم 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 لكن لما لما أشوف صديقك من صدق زين إيه؟ وما نقل عيوبي إيه؟ يعني انا قلنا أجي... قلنا كل شيء، ما... آه, آه, ايوه <applause> انا لما اجي اقول انت زين وانت وانت لاعب انت انت سوبر انت نجم انت 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 ايش بيصير؟ لازم اقعد وياه لك لاعب رقم واحد الخالدي خالدي لا والله اذا اذا كان مزاج رايي هذا شغل انا شنو رايك بدر, عارف بدر, عارف عارف بدر, أحنا بدر احنا بدر الحين الحين الوضع ما هو وضع نادي العربي الحين بدر احنا نحتاجه حتى في المنتخب صح, صح راح يكون ركيزه من المنتخب صح لذلك لابد ان نهتم فيه ونبنيه صح صح بس انا عندي سؤال حق الصالح ما جاوبني عليه بخصوص كيتا بوبي بوبي, آه بوبي, بوبي بوبي, بالاخير يا تكفي بس قلت لك كيتا الوسط او كيتا المدافع افضل من كيتا الوسط في خدمه الفريق كيتا المدافع افضل لكن كيتا هو نفس الشيء قاعد يقوم فيه صراحه زاد انه عنده خبره عاليه وايد في توقع الكره وين تروح عنده مشكله اللهم بالسرعه يعني اذا صارت في هجمه مرتده وما كان في كان في مساحه كبيره ما تشوف إنه, انه فقد السرعه هو انا قاعد اقول لك السرعه عنده هو مو سريع إيه؟ يعني اليوم خذ منه لاعب التضامن فاول على خط ال18 مباراة نادي الكويت اللاعب الاردني بهاء فيصل ايضا تجاوزه في عملية السرعة لكن بشكل عام تتكلم وجود كيتا ثقيل جدا زينة يقرا الكرة وين رايحة عارف يوجه ربعه عارف وين يسكر حتى لما يستلم الكرة ويسلمها الوسط ولا يسلمها الطرف 100% ممتازة يطلع باص صح اكيد 100% غير يعني ما اقول لك على عكس بقية المدافعين في الكويت كلها اتكلم مو بس النادي العربي لكن كيتا خروج تخريج للكره لفريقه هو ممتازه جدا صراحه يبني, يبني الهجمه زين المساحات تذبح كيتا هو هذا هو انا قاعد اقول هذا اللي يعيبه لانه هذا اللي يعيبه تشوف ان الكابتن محمد ابراهيم ما في مساحات دوماً. تشوف ان اه تشوف لما تكلم على كره الكويت كانت في مساحه وكيتا وين رايح؟ رايح صوب الجهه الشمال عند مهند الانصاري فاللاعب بها فيصل خذ الكره واسرع، لذلك تشوف الكابتن محمد ابراهيم دائما يضيق المساحات عشان يخلي مساحات الجري، زين انزل. انزل. بوبي. ما نشيت بس بوبي بدون اي كلام ثاني. بوبي هذا مثل ما قال الصالح. شنو قال الصالح؟ لاعب طموح. لاعب يركض. انا ابي انا ابي يعني رايك فيه اليوم. بالنسبه حق العربي الحين إيه؟ تقزوره. يعني يقزرون فيه لنهايه الموسم. بعدين يقولوا لهم هجوم شلون هالكلام يا يعني تكزوره يعني ما مثل يوم كره هو هو يا الجول كلش شو رايك الكلام هذا يا صالح؟ انا قلت لك قبل انت قبل, قبل الهواء قاعد نسولف قلت لك يسوي كل الوظائف الاخرى اللي مو مطلوبه منه المطلوب منه ما يسوي المطلوب منك هدف مم. انت ما قاعد تسجل هدف. ما اعتقد ما اعتقد اياه بعد السنه وصلت لمرحله انه وصلتك الكره والجول فاضي وما تسجل هدف يعني اكثر من وانت راس الحربه الاساسي طول الدوري ما عدا مباراه يمكن واحده اللي كان عبد الله شفت انت الكره بال بال كلش طبعا هذه كاهي مو لا نادي العاده ايوه هذه يعني مو مو معك يعني عبد الله في معقولة. في نقطه اللاعب تبي حجز يحجز يركض ومجهود ويفتح مهاري. مساحات هو بدني على عيني وراسي لكن انا مطلوب منك انك تسجل هدف بكل بساطه مثال بسيط جدا اليوم منو فيكم شاف رزيقي بالملعب مو موجود غايب عن الملعب ما سوى م. ولا شيء بالمباراه زين بس الصالح يعني على كلامك انت تقول سوى كل شيء الا موضوع التسجيل اللي فيها نسبه توفيق من الله هو مو مو هذا يعني مو عدلق. ما سوى شيء سوى شيء هذا يقول لك هذا المطلوب منك عبد الله انت تقول قاعد اقول لك رزيقي اليوم مو موجود بالملعب كلش خير شر لكن لازم تذكرنا سجل هدف سجل هدف الثالث وهذا هذا انت مهاجم هذا المطلوب منك زين زائد إنه حركات بوبي اليوم الجول الأول كرة ثابتة من بدر طارق ما له علاقة فيها. مم. الجول الثاني باص من جميل نايف. رائع جدا من طلال نايف لبدر طارق وبمجهود فردي سجلها بوبي ما له شغل فيها. كلش ابي الكرة اللي داخل فيها بوبي شاطها بدر طارق. اسمع رأي مدرب هذه النقطة. جول هذه ضيعها. كابتن علي إذا نتكلم عن لاعب أدى وظائف غير وظيفته كلها إلا وظيفته ما سواها هل أقدر أقول هذا اللاعب ما مو مطلوب؟ لا لا بس نادي العربي يحتاج لاعب بالبوكس. كابتن محمد يبي يلعب البوكس انا النادي العربي يبي لاعب يقوي لي ينهي الهجمه اي انزل بوبي, بوبي, ما يقا... يلعب بوكس هو جايبينه راس حربه راس حربه هو بس يطلع برا وايد يستلم يستلم المطلوب منه المدرب طالع منه إيه. بس كلاعب طموح حق النادي العربي ما اظن انه لاعب نادي لا لا اخر السنه ما اعتقد انه يجددون له ما اعتقد انه يجددون له جاهزين قد تكون يعني شوي قول لي على السريع بس عشان في اتصال لو كان فراس الخطيب هو مهاجم العربي هذا الموسم أيه؟ لتغير مركز العربي أوه. الى مركز افضل راح في راس الخطيب راح, راح في راس الخطيب. انا اقول <applause> لك لو راح, لو راح البحر انا اقول لك لو كان في راس الخطيب مهاجب النادي هذا مهاجم النادي العربي الموسم هذا لتغير ترتيب العربي من أيه. ما كان الى العام العام لو ها لو لو فعل مضارع خلاص لا لا متى ما نبدي القواعد انزين خلينا ناخذ اتصالاتنا يا جماعه بضاري اول متصلين حياك الله يا بضاري السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه يعطيك يا ابو تركي الله يعافيك ويسلمك يا ابو ضاري امسي عليك ومسي على الموجودين معك حياك يا الغالي الله طيب. يبارك ابو تركي بالنسبه لمباراه العربي والتضامن احنا إيه؟ شفنا اليوم فريق التضامن انكشف للجميع يعني يعني فريق صراحه قلنا احنا فاز على الجاهره وتعادل مع الكويت فرق الكبيره يعني خسر اليوم نتيجه العربي مو الفريق الغوي اليوم اللي سوى شيء يعني الاداء العربي متذبذب يعني مو العربي الفريق المراكز الاولى يعني وخسر بثلاثة مع الرافه يعني التضامن صراحة فريق لا زال بعشر نقاط وما ظن يعني يصعد على منطقة الهبوط يعني هو راح ثابت المركز الثامن مباراة الجاية مع القادسية راح تكون أصعب زين العربي فاز يعني على منو؟ أنت قاعد تقول التضامن شنو سوى؟ العربي فاز على منو؟ حتى العربي يعني ما فاز بس بس العربي يقول لك يعني مو أداء مو أداء الغوي أبو تركي يعني العربي بس التضامن بين اليوم انه يعني ما عنده شيء يعني يعني تقدر تقول انه تعادل مع الكويت فوز على الجهر يعني ما ما بين انه يبي يطلع من المنطقه الخطر يعني مركز الفاضي الهبوط وعندي نقطه اخيره ابو تركي انا الاخ الخالد اللي يقول بدر طارق رغم واحد بالكويت هذا شيء غريب من الكلام يعني مو معقوله يعني رغم واحد يعني بالكويت توقع. يعني شيء في لاعبين اكثر منه خبره واحسن منه يعني يعطيك العافيه طال عمرك شكرا. شكرا شكرا يا ابو ضاري يبقى رايك او رايه في في خصوص لاعب انا حتى. قلت مستقبلا 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 يا ابو ضاري اتوقع عندنا نشأت نمسي يعني. عليك ونمسي على ضيوفك كلهم حياك <applause> يا هلا ابو وإن محمود ونبارك حق الانديه اللي فازت اليوم هلا فيك ونبارك حق العربي عشان ابو صالح والكابتن فايز سلمي عمرك ان نعم. شاء الله عميلي. طبعا انا مع فايز الفريح لما يقول ان نادي العربي لو كان فراس الخطيب موجود هذا فعلا ما في كلام فراس الخطيب لاعب يسوي فرق كبير وهم بدر طارق انا من الناس اللي كنت أطالب انه يلعب بمنتخب الكويت اللي هي دوره الخليج الاخيره لاعب راح من افضل اللاعبين في المنطقه العربيه وحيكون عليه طلب للاحتراف بالخارج وشيء واضح يعني بديهيا انا بخرج عن موضوع المباراة اليوم انا بوجه رساله حق اداره القادسيه سؤالي اذا انتم قاعد تفكرون وتبون تدرسون عرض سيد الحساوي شنو البديل عندكم في حالة بترفضون يعني شنو البديل؟ ولا قاعدين تنطرون النتائج اللي اللي بتصير في الايام القادمه لا سمح الله تصير خساره وكذا وبناء على الوضع تبون تتخذون قرار عشان تهدون الجماهير فياريت احد يرد علينا على هالسؤال هذا والله نشأ نشأت طال عمرك اذا كان ما هو موضوعنا ما نبي نتكلم فيه سامحني يا ابو عزيز هذا ايه ايه هذا السؤال بس الرساله موجوده ان شاء الله واكيد إن شاء الله. في يوم عفوا في يوم راح ينفتح هذا الباب اكيد يا رأي. شكرا شكرا, شكرا يا اخوي نشات يعطيك العافيه في بعد طيب ارجع حق كابتن علي مهنا علي اول متصلين ضاري يقول أه تضامن انكشف <applause> تضامن انكشف ان لا لا. بالعكس تضامن ادى والقسم الثاني من افضل الفرق اليوم كان اليوم تضامن انا قلت لك من البدايه مو سيء العربي كان افضل فرض نفسه محمد ابراهيم على رادي <applause> ما أعطاه مساحات يلعب كره قدم كان سيء الشوط الاول التضامن والعربي كان متفوق جدا الجيم الثاني قلت لك التضامن اللعب استحوذ على الكره م. ولكن يعني سلبي جدا في نص الملعب م. ما خلق حق نفسه مساحات اليوم نادي العربي عنده التنظيم الدفاعي كان جدا عالي امم كيتا الرابع تكلموا عنه كان يقرا كره صح احمد رحي يقرا كره صح فريح ما اعطى فرصه حق احد يعني العرب اليوم كان لو كامل يستمر كامل العربي كذي ك... المباراه الجايه راح ياذي الكويت. النصر بقى. النصر راح ياذي النصر مم. مع ان النصر من افضل فرق انا عندي مم. طبعا استحواذ بس اذا يستمر كذي العربي شوف احسب له اربع مباريات في تصاعد انا اتمنى مم. يكمل محمد ابراهيم اول الايام كانت الناس تهاجمه جمهور العربي كان يهاجمه قال اعطوني وقت انا الناس تحتاج وقت قال انا احتاج حظ والوقت المدرب هذا مدرجان مدرب مم. لازم يحتاج وقت انزين <applause> الصالح العربي انكشف التضامن انكشف ما انكشف التضامن اليوم انا على كلام صار ابو يقول العربي متذبذب والتضامن ايش آه رايك ضعيف وانكشف و... لا العربي ما كان زين وايد اليوم اي وقال مم. العربي مو الاداء القوي والتضامن ما عنده شيء آه. تضامن اولا تضامن فاز على الجهره سته خسر من السالميه بالدوري انا خسر من السالميه 3 2 وكان مؤدي اداء جبار فاز, فاز على فاز من اربعه أن فاز أن على النصر نصر. اربعه <تعادل, <تعادل, تعادل مع الكويت تعادل مع الكويت بطريقه حتى يعني هو اللي بلش التسجيل وهو اللي عاد للمباراه زين فمعناته الفريق عنده شيء ما اصلا شو ما عنده شيء افضل فريق حاليا بالقسم الثاني بصراحه تكلم كلام العربي نعم العربي ايضا من اداء مباراه القادسيه سوء توفيق مع مباراه كاظمة لان بوفي كل الكرات اللي والفرص اللي وصلت لا ما سجل منهم ولا واحدة فبالتالي طالع متعادل مع كاظمي باستثناء <تعادل> مع استثناء مباراه الكويت ما كان العربي وايد جيده كان الشوط الثاني ايضا ممتاز لكن بشكل عام, عام انا اتكلم من جايب بوبي مدير الفني القديم ولا اللي قبله لا لا لا, 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 لا راح راح الموسم الموسم كان وقت ضيق ترى يعني راح يعني, راح يعني راح هو كان وقت ضيق وتعاقدات وعبي وصار لكن انت تكلمني على العربي العربي قدم مباراه جميله مع القادسيه فاز على السالميه السالميه فاز على الجهره تعادل مع كاظمه تعادل مع كاظمه بسوء, بسوء حظ العرب العرب بسوء حظ حتى خالدي وين متذبذب في الموضوع يعني اكمل موضوع الاتصالات بضاري عشان اسكر اسئلته يقول انت وايد بالغت ما بالغت لما قلت بدر بدر طارق هو اللاعب مراحل مراحل شنو تقصد بس عشان انا اقول لاعب مستقبل انا ما اكلمك الحين مرحله هو لاعب صغير يعني في لاعبين الحين تشوفهم مشعل فواز، بدر طارق، عنيزان في لاعبين تشوفهم حق مستقبل الكره الكويتيه هذول تقول صح هذول كلامك مم. يعني على الإمكانيات هاني عندك امكانياتهم يعني مستقبل الكره الكويتيه مم. يعني اللاعب انا قاعد اقول لك ان شاء الله مستقبل الكره الكويتيه ما قلت لك الحين رقم واحد انا نظرته الخالد يشوفه مستقبل. مستقبل احنا قاعد نشوفه مراحل سنيه تابعناه قاعد نشوفه مم. الكابتن لا المنتخب الاولمبي 93 ومواليد 97 ما شاء الله يعني لاعب زين وتركي بس بس بعد اذنك آه نادي التضامن العربي اليوم فرض اسلوبه اليوم التضامن اكثر يمكن ثاني فريق يوم بعد الكويت اللي حصد نقاط صح؟ ثمانية ثمانية سبع نقاط سبع ولا ثمان. ثمان؟ فاز مبارتين ثمان فاز مبارتين مع ثمان وتقى... مم. مم. ثمان يعني ما اعتقد ان التضامن اليوم كان سيء العربي فرض اسلوبه عليه بس الحين الحين بالماخره شوف موضوع عن التضامن بفرح لما تسمع ان التضامن ما كان سيء كا ودك تعقب اي أيوة والله لان انا اقول لك لان حرام تبخس جهد ناس اشتغلت وتعبت خص في القسم الثاني صح. يعني اول شيء في عالم كره القدم مش على مستوى الدوري الكويتي على جميع المستويات وعلى جميع الاصعده منتخبات وانديه <applause> حتى الانديه البروفيشنال اللي تلعب دوري المحترفين دول الاسباني الدوري الانجليزي ما في فريق يستمر خمس ست مباريات على نفس ال... على نفس الرتم وعلى نفس المستوى لا بد تصير في دروب يعني حتى اليوم التضامن اللي حصل التضامن ترى اجتهد ولو تشوف اول خمس دقائق ضيع له كره كرتين م. يعني ما توفق فيها لو تسجلت تتغير المباراه لكن اليوم ما نقدر احنا نبخس مجهود فريق كامل اشتغل واجتهد وجهز وغير محترفين وجاب لاعبين وسوى وغير مدربين ومباراة واحده نقول والله التضامن متذبذب وموزن حرام في في جهود لا لا. جهود على طاري التضامن جهود فنيه على طاري التضامن شفنا محمد او او سمعنا ما شفنا لأنه كانت في مقابله في الاذاعه كابتن محمد العدواني محمد حمد العدواني قبل مباراه فكان في مقابله بالاذاعه وصرح تصريح لان كل اجابه منها تصريح المخباتنا. ايوه ابي اجابه على موضوع مثل هذا التصريح كونه مدير انا, أنا لما أنا لمنية اسالك اقول لك انتم اليوم جايين يعني تفوزون يقول يقول انا جاي أتو... أنا يعني أنا اخذ ثلاث نقاط وامشي لان هنا. الفوز بالمخبر انا ت... انا اتوقع تصريح ناس مدير فما انا, أنا, أنا اتوقع ان التضامن كانوا نازلين الملعب أيه؟ بيدهم الثلاث نقاط ال... الاجواء اللي حاصله كانت في النادي م. هذا غلط اتوقع أي غلط اكيد بس كابتن مرات قاعد يلعبون ضد العربي لا يعني لا أنا من... جاي على النقطه لا لا ضد العربي شلون هذا موجود. هذا 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 التقليل لا. بالخصم ايا آه. آه. كان آه. آه. أنا, آه. انا قاعد اكلمك نعم. قاعد نعم. انت قاعد تكلم فما بالك العربي اي خصم كان انا قاعد اتكلم ايش تقلل من الخصم بهذا لا لا ما يصير احنا ناخذ النقاط بعدين مع كامل احترامه هو العربي ايضا ياخذ النقاط نعم وانت الاخير مو العربي لا لا مو جايين ناخذ نقاط قال النقاط بالمقبل اي يعني والله خلاص جايين ناخذ نقاط بالمقبل نمشي يعني انا امس ابو جوهر كانه اداء واجب قال راح نفوز اثنين او ثلاثة قال لي قلت له راح يفوزون انا متوقع مم. كل الناس احنا متوقعين وهذا خطا كلام ابو عبد الله محمد 100% صح مم. يجب عليك احترام الخصم متى ما تحترم الخصم صدقني راح تقدم مباراه قد يكون مو قصدي النادي العربي يعني مع كامل احترام أه معلش بس انا مو ضد نفس الشيء لو قايل هذا الكلام على نادي القادسيه نفس الشيء لو قايل هذا الكلام على نادي الكويت في فرق يعني مع كامل احترامي لبقيه الانديه في اسم بروحه يفرض نفسه م. انا لما العب انا في احدى الانديه هذيلا ملعب النادي العربي انا في ناس انا ادري ان في الاف قاعد طالعني في ناس تطلب مني تقدم مستوى في ناس راح تحاسبني وراي في اعلام في دنيا جميل. في في وايد اشياء راح تحاسب فيها انا انا ممكن افقد مكاني اذا ما لعبت عدل بس غادي تبغى الفريق فريق تقول والله انا نقط بالمخبه والله, والله, والله أو ما يجوز هذا الكلام شو شوف مم. انا انا ممكن انا اتكلم عن محمد العدوان وين كان ليش ناخذها جد انا الحين خل ردي انا كامل لاعبين ردوا عليك الملعب لا لا صفر خان التعبير كابتن صفر ابو جاسم ايه. محمد العدواني خان التعبير انا اتوقع لا أنا اداء ولا بنتيجه هو رجل اداري ناجح من الطراز الناجح والنادي استعان ما يتغشمر يعني للعلم هذا وهو معلم ما يتغشمر يعني انا انا رابي عليه اي لا لا انا قاعد اقول لك شوف استعان فيه النادي لانه انسان خبره فانا اقول خانة التعبير لان اليوم مسباحة مو معه هو العاده اذا مسك المصباح بس ابو ابو انا ما شفت المصباح <applause> <applause> لا اذا مسك المصباح انا طيب. <applause> انا لما اقول انا اشوف احنا يعني ترى في حادثه حصلت قبل هالمره اذا تذكر في قبل نهائي كاس الامير لما طحنا العربي لما طاح مع السالميه مع السالميه انا ملاحظك ابو فريح كل العربي العربي انت لاعب الفيحيل لا. على علاقة أربعة خالص على علاقة أربعة اللعب غير <applause> الحين رومانيولي رومانيولي <applause> لاعب <عم> ميلان يشجع <applause> لاتسيو امس لعب ضد لاتسيو وفازوا ميلان وصلوا النهائي ما في مشكله يعني عرباو. يعني عرباو. عرباوي اي عرباوي اسمع لا بس الكويت اسمع اصلا ما ادري وين السالميه والنصر اسمع وين انا عن محمد العلواني قل لي للامانه يعني الشخص هذا انا معرفتي يعني في بسيطه داخل الامانه قمة في الاخلاق نعم قمة في نعم, نعم. وتعامله جدا ممتاز طبعا ورجل انا شخصيا كسبتك كصديق للامانه لكن انا يعني التصريح قد يكون من باب الحافز للاعبين زين وانعكس قد يكون انعكس عليه يعني يأكد الكابتن علي يقول احنا اجواء نادي التضامن تقول فايزين في المباراه صار له ثلاث ايام طيب آه مع ابو آه انور يعني مع خليل البلام ثلاث ايام هذه الامور هذه الامور عليه تاخذ الجانبين قد تكون إيجابي <applause> <applause> وقد تكون سلبي ودائما ما تكون سلبي لكن انا اتوقع انه يعني من باب انه مذيع اساله من باب المداعبه <applause> أيوه انه قال الكلمه هذه ايه ما انا مشكلة والله انا والله مرات تصير مره, مرة أنا يعني, يعني انا سؤال يعني انا سأ مرات انا شخصيا مرات اتكلم مع واحد زين اقول

انت خبره, لا خبرة. ما تقول هالكلام محسوبه صح ها انت خبره انا لو واحد يعني لو انا مثلا امسك عم فريق هم نفسيا واول سنه لي يمكن يقول حق لاعبينك داخل انت الحين يبيها نفسيا ترى يعني قبل المباراه بشيء بسيط ها صحيح. يعني ما راح يمديك ان انت والله بس توصلها بس بالطريقه صحيح. يعني انزين خلينا نتكلم تكلمنا عن العربي والتضامن علشان يمدينا نتكلم عن مباراه السالميه والنصر بعد الفاصل رجعنا وياكم بعد الفاصل، اليوم ما ادري ايش فيني انا قاعد كل شوي خايف اغص بس الله يسهل من الميكروفون يمكن لا يمكن الظاهر الصيفيه مسكره كلها منك يا صالح لا من الصالح خلاك تصيف مالت الصيف <applause> اليوم ثلاث اسابيع يقول لك تصيف من ثلاثة اسابيع علي اليوم فاز السالميه كان مقنع؟ لا والله للامانه يعني الجول يا بالحظ ونادينا من اول وقاعد من اول ما سنتروا قاعد يضيعون الوقت، حطينا الجول قاعد يرجعوا رجعوا دفاع يعني ما اشوف خطه ما اشوف يعني يبقى شنو الاهم؟ الفوز, الفوز ولا نقاط اللعبة. الفوز الفوز ياب الفوز اي بس تشوف اللاعبين فراس اليوم يعني تعور طلع عدي الصيفي مو مستواه، كل ما اشوف يعني خطه مدروسه فريق السالميه اللي عرفناه قبل يعني ماكو ماكو خطه م. جول انا يعني من بالحظ يعني. امم. كره اخطاء. اخطاء بس يعني يعني لو لو مو داش لو مو داش الجول قاعد تضيع اول ما تسنتر ضيع الوقت الجول الجول عدل شوي نتكلم في هذا ان شاء الله. طيب الخالدي عندك كلام كثير من بدايه الحلقه قلت ودي اتكلم فيها بقى بقى أنا شنو حاب تقول اليوم؟ اول شيء مبروك حق نادي السالميه لك لاعب النصر. وان شاء الله القادم افضل حق اللاعبين وتوم صغار يتعلمون المباراه. نعم. انا الص... القول يعني على كلام اخوي احمد انه جاب غلطه يعني طقت المدافع دشت بس الشيء الغريب بنادي السالمي نادي السالميه نادي كبير وقاعد يلعبون يعني ما شاء الله فريق الحين قاعد ينافس هو وال... بعد الفوز هذا هو المركز الثاني. بعد الدقيقة دقيقه دقيقه حارسهم يطيح يضيع الوقت مدافعهم يطيح يضيع الوقت فراس يطلع بسياره يشيلونه برا يقول خلاص بدلوه، يبي يتبدل، يدش داخل يضيع وقت. م. يعني احنا شلون نبي الكره الكويتيه اذا الفرق اللي قاعد تنافس على الدوري ونبي دوري قاعد يضيعون وقت. ليه ليه نهايه المباراه شيء غريب. يعني انت الحين قاعد تقول سبب الخساره هي ما الوقت مو, مو الوقت يعني, يعني انت السالميه يضيع وقت هذا سبب خساره لا يعني ما الكره السالميه السالميه الشوط الثاني ليه خم... الدقيقه 25 الشوط الثاني ولا هجم هجم علينا. كل احنا هاجمين عليهم شلون نبي احنا نتطور الكره تطور كذا يضيعون وقت يعني اللعيبه شلون تطور العقليه شلون تطور عقليه اللاعبين يعني ما ادري شكله خ... الصراحه خلينا نشوف يا بعض ملخص المباراه خلينا نشوف اللقطات من المباراه اليوم والهدف ملخص. اللي كان في <applause> المباراه الوحيد اللي شفناه من الملخص ملخص النصر اللي بالصوره يعني المباراه كانت للنصر الصالح ايش رايك هو تبي الصدق نعم المباراه كلها للنصر صالح من بعد الهدف اي الى نهايه المباراه النصر هو كان افضل من سيد المباراه 100% انا حتى اعيد كلام اخوي سامي سامي أه قصص على إضاعة شنو قصص تكلم عن اكثر قصص اضاعه أغير. الوقت هذه إيه؟ احنا كنا نطالب بالغاء دوري الدمج والعوده لدور الدرجتين علشان ما نشوف السوالف إيه؟ يعني انا افهم اذا فريق والله متذيل للترتيب كل شيء بيطلع نقطه من فريق كبير فريق صح. بتصدر ايا كان اما انت بدوري الدمج والسالميه حاليا في المركز الثاني لكن ايضا مثل ما كنا قاعد نسولف تحت الهواء اخوي كابتن محمد قال التنظيم الدفاعي نادي السالميه جيد وايضا يعيب نادي النصر انت من دقيقه 14 السالميه متجدد نعم وين طول المباراه في 75 دقيقه انت ما سجلت فيهم ونادي النصر معروف انه فريق يقدر يوصل مرمى ويسجل م. انت ما سجلت على نادي السالميه اذا فعلا كان تنظيم الدفاع لنادي السالميه ممتاز جدا نعم. وقدر يوقف النصر بحيث انه ما يسجل نعم في بعض الشوتات في في كره يعني سطام الحسيني هو اللي ما تمشي الفواز اي هو اللي كان قاعد يصيب بس هذه وظيفه حارس مرمى بالنهايه لكن نادي النصر ما وصل مثل ما وصل في المباريات السابقه زين ابو عبد الله كابتن عزيز حماده يمتلك عناصر هجوميه كثيره لكن ما زلنا نشوفه يلعب بتحفظ بتعليقك شوف نادي السالميه طالع من خسارتين إيه يعني خسرت إمارات كاظمه مباراه العربي يعني اليوم محتاج يفوز تحت ضغط نفسي كان نادي الساميه حتى لاعبين يعني مغربين اللاعبين قبل المباراه داشين مباراه تحت ضغط نفسي نبي ثلاث نقاط اليوم في اي طريقه م. حطوا الجول مبكر وهذا اللي ساعدهم ورد سوى تنظيم دفاعي كان سيء في خط الهجوم خطوطه متباعده احنا قبل مدحنا عزيز حماده مباراه ضد القادسيه الحين نقول اليوم كان جدا بس تنظيم الدفاعي ممتاز كانوا اليوم السامية ممتاز انت نجي حق نادي النصر نادي النصر هو الفريق المحير يعني انت تشوف الموسم اللي طاف تشوفه هالسنه مباراه لا يعلى عليه بس مو راضي يقوم شوف كم جول على نادي النصر كم جول له مم. فريق محير يعني انا تشوف مباراتين مستوى عالي مبارات مستوى جدا ماكو شيء بس كفريق يستحوذ على الكره تعب نادي السامية. كابتن ظاهر العدواني الفريق الوحيد اللي متابعه انا يمكن ما ادري عن كابتن فايز الشباب وعبد الله فريق عنده هويه داخل الملعب. إيه؟ يعني داخل الملعب فايز او مغلوب تشوف نادي النصر عنده هويته عارف شلون قاعد يلعب ضاغط طيب. في نص الملعب في حلو. الوسط فريق جدا مرتب حلو ابو عبد الله انا راح اجيب جزئيه النصر بس عندي متصلين منو اللي جاهز ويانا سعود العجمي حياك الله سعود الله يحييك مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا هلا العجمي. حياك الله يا الغالي تفضل فريق عنده سلم على شباب بس ومبارك له حصوله على دوري وزارات فريق جامعه الكويت يستاهل بس ما بطل كاكاو للحين ترى العجمي جايب كاكاو ما بطل حق الزينه بدون كاكاو ماكو فايده تفضل مبارك للفوز هذا صراحه عمل جبار اللي سواه فايز فايز صريح فيما قريب من في فريق جامعه الكويت يعني <applause> فرض يعني الموسم يضاف حصول جامعه الكويت على بطوله دوري لاول مره في دوري الوزارات وبدون خساره. ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو بدون خساره مستوى ونتيجه صراحه يعني نبارك له هالفريق نبارك له هالإمكانيات اللي عنده اعتقد ان فايز يملك من الامكانيات الكبيره في التدريب في عالم التدريب يستاهل. صراحه يستاهل يعني صراحة انا عن قرب شفت كابتن فايز <applause> شفت اخلاصه في التدريب، شفت العمل اللي قاعد يقوم فيه، يعني عمل احترافي للامانه. يستاهل ابو يعني شكرا شكرا لك يا كابتن فايز. الله يرحمه ما يستاهل, إشادة يستاهل, يستاهل حلم الاشاده يا اخوي سعود. يستاهل الاشاده الغالي محمد الصالح يمدحنا عند العرب شوي. ان شاء الله افضل ان شاء الله تجمع الكاس مع الدوري ان شاء الله باذن الله. الله شكرا اخوي سعود العجمي، شكرا لك. سعد مبارك. حياك الله يا هلا حياك الله تحيه لكل البرنامج ولكن يا سيد عبد الله أنا أضربت عن الطعام 77 سبع ثانية بخصوص كنت يعني لأنك سابقا تقول إحنا ما نجاوب على الأسئلة كلها ويوم الثلاثاء اللي فات تقول لا تسألون المتصلين جابوا على عليهم ب... سعد الحل. سعد ها. جاوبوا ها. على المتصلين اللي يسألون أسئلة محاور الحلقة خارج الحلقة ما نجاوب أو نقدر نجاوب إذا ها. في وقت هذه هذا اللي سابقا قلت يعني ايه واضرابك على طعم رد اكل مشكور تحياتي لك حبيبي يا سعد انا مع سعد دائما طبعا اكيد <applause> يستاهل سعد سعد تفضل اذا عندك سؤال بس زعلت سكر ما زعلت الخالد هو بس ترى سعد كله حاضر كله <applause> و, و ويسكر الخط راح نكمل يا بعض بعد الفاصل رجعنا وياكم بعد الفاصل الفقرة الأخيرة بحلقة اليوم في أسئلة خاصة للمتصلين أنا دائما أذكر وأقول ملاحظة يعني إذا في وقت أنا ممكن إذا متصل يتكلم بموضوع خارج مواضيع الحلقة حلقة الحلقة نفسها ممكن نتكلم إذا في وقت لكن إذا ما في وقت أنا ألتزم بالإجابات الخاصة في حلقة اليوم كابتن سامي الواضح أن النصر هالموسم غير مستقر في النتائج صراحة لا مو غير مستقر يعني وضع الفريق <applause> ح... انا اقول لك فوز فوزين خساره, خسارة تعادل خسارة, خساره فوز هاي آه عدم استمرار النتائج كل الفرق كذي الحين منو ما يخسر منو لا يعني ما ما تيكم مثلا قسم سلسله سلسله فوز ورا بعض او خسائر ورا بعض هذا اقصده يعني اعمار اللاعبين ترى اللاعبين ما عندهم خبره احنا يعني كابتن ضار جزاه الله خير يعني عنده مجهود بس لاعبيننا صغار وما ما عندهم هذيك الخبره اللي يقدرون يحافظون على يعني النتيجه او يعطون مجهود حق المباراه او يوزعون مجهودهم حق المباراه يعني اليوم كور ضايعه شيء غريب الصراحه اليوم انا اعتقد قله خبره اللاعبين هي اللي قاعد تاثر على الفريق مره فوق ومره تحت بس مثلا ابي ابي راي الجميع أبي الكل يشارك بموضوع انا النصر؟ انا اختلف يمكن اللاعبين الصغار العام نادي النصر المركز الثالث مم. ادى وجاب هالسنة السنه محترفين كابتن ظاهر العدواني يقول انا بعيني بطوله لا قبل يومين صار عبدالله بطوله صعبه حق النظر. لا لا, لا, لا ما بيجي صعب يعني. ف... لا انا ما سمعت التصريح انا من الناس هي. اللي ويقصد كاس الامير يمكن ان شاء الله انا م. من الناس اللي اتمنى غيرن ظاهر ام عرفت بس نادي نادي النصر انت كمشاهد فريق له هويته قاعد يلعب تكتيك معين تشوف اذا دفاع المنطقه قاعد يلعب دفاع منطقه في ثلث الوسط اذا عنده ضغط عالي يعني تحترمك يا خصم النتائج ما عنده راس حربه ظاهر يقوض لا اللاعب السابق ولا اللي الان ولا كفريق يلعب الكره من بس كابتن مهنا اليوم نادينا السالميه رادين دفاع لا اليوم بدايه المباراه لا حطوا الجول انا ما اتكلم عن السالميه يعني. انا اتكلم لعبنا. عن انا اتكلم عن نادي النصر الموسم اللي فات والموسم هذا م. بس الموسم هذا محير بس بس النصر. سامي شو يقول لك؟ يقول لك لاعبيننا صغار ومدرب الفريق يقول لك بعيني بطولة شلون يعني اللاعب خلاص اللاعب احنا من عرفنا يعني من عرف انا عرفنا اقول من عرف انا, أنا عرف عندي ثقة بلاعبيني من منو اللاعب الصغير نادي النصر يجاوبك الخالد عدلي صغير ايه حمود عايض حمود عايض 97 21 سنة مش على الفواز سنتين يلعب مش على الفواز ثلاث مواسم يلعب مويد خمسة يلا عد لي يا زين مشعل ثمانية كابتن سامي مشعل فواز كابتن سامي طول عمر كابتن مشيمي لاعب عمره 19 سنه في بغداد منتخب الكويت عاد ولا صح العمر صار له سوى بس قول المركز الثاني في كاس الخليج لا في شغله قلتها انت لا هو لاعب يطق يعني لا يطق يطق عرفت؟ كره نادي النصر لاعبين كلهم صاروا لهم ثلاث مواسم الوحيد اللي كان قاطع في نادي النصر اللي هو محمد هادي حارس المرمى الموسم اللي طاف ما لعب لعب احمد عادي احمد <applause> عادي عرفت؟ بس كلاعبين منهم محمد خالد لاعب العام مساعد راد لاعب العام كلهم العام لعبوا ادوا جابوا مركز ثالث يعني مركز ثالث لا لا انا اقول لك بس انه كابتن علي يعني ما ما عندهم هذيك الخبره اللي يقودون المباراه ما في قائد داخل الملعب, الملعب ولا انت قائد داخل الملعب قائد الملعب يعني في في فريق هذول عيال ظاهر انا اعرفهم من يوم الصغار حققوا بطولات حققوا بطولات ايش رايك بكلام سامي؟ انا اقول لك فريق محير ولكن والله شوف النصر انا انا اختلف بطول. في نقطه واتفق في نقطه يعني اللاعبين صغار يحتاجون الى لاعب قائد في الملعب يعني قائد يكون يكون يعني له كلمه يكون هو مدرب الفريق داخل الملعب عرفت؟ لكن سابقا يعني النصر ما عنده قائد؟ ما في قائد في الملعب ما تشوف في قائد يعني منو كابتن النصر؟ حارس أحمد, هادي. احمد هادي حارس المرمى في فرق لما يكون كابتن فريق حارس مرمى في فرق لما يكون عفوا كبتن العام احمد عادي حارس المرمى الكابتن مستوى احسن من هالسنه لما يكون كابتن فريق بوسط الملعب حاصل يعني يسمع اللي حواليه اللي يدور حواليه كله عرفت هذه نقطه مهمه جدا هذا واحد اثنين لاعب النصر تنقصهم خبره اعتقد لاعب النصر صار سنتين ثلاث سنين قاعد يحتكون وقاعد يلعبون. يلعبون ولعبوا كم مباراه بالفريق الاول بس فريق, يعني فريق نضج عم عم نضج اللاعب ما يعني ما في ما في نضج يمكن شوف ممكن ممكن الفكر للبطوله للحين لاعبين نادي النصر ما وصلوا الى انهم ينافسون على البطوله، يعني يعني مو متعودين فا... من قبل على يعني ما عندهم ما عندهم بطوله مدهد. من قبل. تقول لي ما في، انا اقول لك نادي النصر الفريق الوحيد بالكويت في فيه هويه داخل الملعب. اتفق وياك، تكتيكي عمل، ممتازين. ابو الصالح ايش رايك بهالنقطه؟ الهويه آه موجوده أنا هذا انا انا اتصدق شوف. لان آه. لان ترى على فكره كانه قط سؤال لكم قال بفريح والصالح قال. لا هو قال هو قال هويه إيه؟ هو عندهم كرنهات لما الملعب عندهم كرنهات لا, <applause> لا 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 لا, 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 لا الهوية. الهوية اليوم بينت <applause> بينت عندكم بينت لا هويه تكتيكيه هذا كابتن لا بصمات انا قصدي في بصمات نادي نادي النصر والله العظيم فريق انا احترمه جيز الملعب في له هويه هذا الرجال من النقاد اللي احترمه صالح إيه؟ صالح, صالح صاير هادي ولا عشان يمك لا عشان لا, 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 لا عشان عشان لا 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 عبد الله في سحر غريب خليني اقول لك شيء يا, يا شي عبد الله نتائج نادي النصر خسر من التضامن اربعه فاز فايز على كاظمه قادسيه ورد فاز على القادسيه وخسر من السالميه الترنح هذا متقلب الترنح هذا موجود زين انت معاك اي معاك انت بالنقطه اللي قالها سام باللي سالت خليني اقول لك شيء قول لي العام كلنا مدحنا النصر صح لان ادى وسوى وعمل و و وصل المركز الثالث صح مو معقول الحين لانه خسر ها او ترنح بعض الشيء بالنتائج اني نطلع فيه عذاريب والله في والله لاعبينه والله ما لا لا, لا. العام وصل المركز الثالث والمركز الثالث صراحه مركز قوي جدا يعني فرق كثيره ما كانت تقدر توصل هذا المركز خصوصا في ظل تواجد التنافس القوي اللي صار له حاليا 15 سنه بين القادسيه والكويت اي النصر ياخذ المركز الثالث بفريق بالسنه اللي قبلها كان المركز الاخير كانوا متحمسين فاذا فنحن يعني. لما نيجي نشيد بالفريق هذا ونقول والله وصل لهالمركز هذا نيل الحين لمجرد خساره نقول له والله تعال انت والله فيك وما فيك وعلتك وهذا لو نقول نعم سبب خساره مباراه اليوم في مشكله بهذا الجانب قلت لك انا مثلا 75 دقيقه انت ما قولت ولا قول يعني. نعم في عدم توفيق في نطلع بعض الاشياء في مباراه لكن ما نطلع بعض اشياء في مباراة في بشكل كامل انا اختلف مع الكباتن لا حتى خصوصا كابتن سامي ما في خبره لا في خبره وفريق واصل المركز الثالث بالدوري لما كان الدوري دمج على الدوري اوكي درستين طبيعي اصلا انه يصير في هذه الحده قوة المنافسة ترتفع طبعا فامر حي. طبيعي اصلا لما يخسر الحين فما يطلع فيه عذاريب اقول لاعبين مو خبره ولا غيره لا لاعبين ادوا اداء كابتن محمد من بدايه الموسم لحد الان ما شاء الله حتى تنوع التهديف استاذ محمد حتى تنوع التهديف زلز. عندهم كثير يا ابو تورس نعم بدله محترف مثل ما قال كابتن محمد نفس نفس لكن نفس لكن لكن الدرجه الأولى درجه ممتازه اعتقد غير هذا محمد على عيني وراسي النفس اكيد إنه. انا قاعد اقول لك اكيد ايه؟ غير فلذلك لما يخسر الفريق الحين ما هي اللون كله كل عليه واقول والله تعالى اللاعبين ما عندهم خبره ولا ما كان عندهم خبره لانهم هم نفسهم يحققوا يحققون المركز الثالث انزين كل الفرق شوف <applause> ابو تركي كل الفرق كل الفرق <applause> الثمانيه ها لو تلاحظ لا لا. وترجع فيها كلها مترنحه <applause> احنا نقول هذه الناس اللي غدر شنو طيب لا 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 سر خليني اقول لك بس لا لا نادي النصر قاعد يلعب كره لا لا انا انا برجع لك النقطه هذه كل الفرق الكويت القادسيه السالميه العربي كاظم النصر التضامن الجهره كلها فيها صعود وهبوط ليش؟ لان الثمان فرق ها الثمان فرق لو يعني تستثني الكويت شوي فارق عن الفرق بس السبع فرق مستواها واحد زين أدش المباراه ممكن انت تفوز ممكن انا تفوز لكن احنا شنو قصدنا في يعني اسمحوا لي بقول هالكلمه هذه وانا محاسب عليها الظاهره ظاهر شنو يعني لما تشوف تدش تشوف نادي النصر ها فريق <applause> لما تشوف نادي النصر تقول نادي لو ما في مدرب لو ما كان في احد على البنش موجود تقول النادي هذا عنده مدرب كبير يعني. ليش؟ لان عمزة. في هويه، في حالات كره القدم قاعد يطبقونها، يعني. ترابط الخطوط، تنوع فيه. اللعب، اللعب المركب، ما حد راضي بس جميل. جميل. ما حد راضي يقوى بس, بس في بفريق. بفريق. ما حد راضي يقوى بس ما جماعه انا المخرج قاعد يقول لي اختم وانا وعدت سامي دقيقة دقيقه ونص ونص الحساب دقيقه كان بس تفضل عشان اختم اول شيء اشكر الكابتن ظاهر، احنا عندنا لاعبين مدربين قاعدين معاي شويا قازي سالم وغانم سهيل هو قاعد يسهل وياهم يحضرون تمارين الفريق الاول وهو يحضر تمارينهم وقاعد يوجههم الصراحه هذا شغله نشكر فيه الكابتن ظاهر ومجهوده استهد. في تطوير الغطاء تحت استهد. الشغله الثانيه ودي اشكر محمد غازي العتيبي بلجنه مسابقات ونعم. صراحه مع زود مجهوده واضح في المسابقات وتعاون كبير مع الانديه كلها بس تبي انا بقول انا بقول انا بقول سير عن. سر 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 اذا انغلب يحب ياكل شنو اذا انغلب يكون ولا فاز اكيد لا ياكل إذا فاز ما ياكل طيب المسيه على بعد الحلقه وصلنا للختام محمد مجهود يعطيكم العافيه كباتنا الكرام اليوم على حضوركم في الحلقه ايضا اشكر المشاهد الكريم على متابعته كان ودي اقول القادسيه والكويت وكاظمه والجهره توقعات ضيوفي داخل الاستديو لكن المخرج يقول لي لازم اختم اشوفكم على خير باشر مع السلامه